بأمر الهوى أمنت وسلمت يا قلبي بأمر الهوى. الفنان مجد القاسم صوت التسعينات الغائب في التاسعة مع شفكي المنيري. كان عندي مشكلة اسمها بخاف يزعلوا، أخيرا لقيت حلها وحالا هعلنوا. اسمع بقى فصول رحلته المنسية بين سنوات الشهرة وأعوام الاختفاء. عايش مكسور حبعد خلاص وانساك حكسر بإيدي هوا. كيف عاد لساحة الغناء المعاصر متسلحاً بالطرب الأصيل، وما هو رهانه لاستعادة آذان الأجيال الجديدة؟ التاسعة مع شفكي المنيري الليلة على قناة مصر الأولى.